لكن الحقيقه في مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس مع هذه المجزره التحكيميه اللي الكابتن كريم حسن شحاته والكابتن جمال الغندور اقروا بيها، الحقيقه يحسب للكابتن جهاد جريشه الحكم الكبير انه لم يكابر، وده دي فضيله منه لانه خرج بعد المباراه معترفا بالخطا. نفكركم بيه هو اعترف بيها زي ما الحكم بتاع ماتش السوبر اعترف بضربه الجزاء اللي خلص بضربات الجزاء في ابو ظبي وقال لك كان في ضربه جزاء وجهاد لعبد الله السعيد 100% وصلتك لضربات الجزاء الترجيحيه، كنت كان الاهلي هيفوز في الوقت الاصلي والعداد بيعد بطولات. صحيح. اذا بالورقه والقلم يا اللي بتتكلموا على بيراميدز يا استاذ معروف، ادي حساب الاهلي مع بيراميدز بالورقه والقلم. لكن انت دايما معجب بميدو مش كده؟ لا انا بحس ان ميدو يعني بيتكلم كده زي القطر. طيب يعني يعجبك ميدو الانجليزي ولا ميدو بالعربي؟ حتى لو ساعات بشوفه متطرف او مش بتاع، لكن بشعر ان بس هو في ساعات ايه يحب يعمل ان هو يعني رايح في منطقه. بعد الفاصل هسالك بالظبط ايه الفرق بين ميدو بالانجليزي وميدو بالعربي. لا ميدو بالانجليزي طبعا يعجبني بعد الفاصل قبل ما اشوف حاجه.